استقبلت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن اليوم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة زيارته للمملكة المتحدة الصديقة. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي تميزت على الدوام بالتعاون والاحترام المتبادل، إضافة إلى العلاقات الطيبة القائمة بين العائلتين الملكتين في البلدين الصديقين، مثمنا جلالته الدور الكبير الذي تقوم به الملكة إليزابيث في تعزيز وتعميق هذه الصداقات. كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم، وكان في مقدمة مستقبل جلالته لدى وصوله السيد جيمس يونكر عضو المحافظين في مجلس اللوردات وممثل قصر باكنغهام، ومعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. رافقت جلالة الملك السلامة في الحل والترحال.